مشاهدينا الكرام نتواصل ونجدد اللقاء من جديد شوط 13 للقعدان الثنائي المهجنات الأصايل مسافتنا 8 كيلومتر. وكما نذكر بانطلاقة فترة المسائية اللي هجينا أصحاب سمو الشيوخ في تمام الساعة 2 من ظهيرة هذا اليوم، نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط مع شوط الختام، شوط الوداع لهذا الفترة الذي خصص للقعدان الثنائي المهجنات الأصايل مسافتنا اللي هي 8 كيلومتر. مقدمة الشوط مباشرة والمركز الأول نرى من يسيطر في مسار وانطلاق هذا الشوط مع البداية الأولى مع الصدارة والمقدمة براك. تعود الملكية لحميد بن حارب بن حميد المهيري من يقدم لنا براك مع مقدمة الشوط. يليها الباز لعبد الهادي بن علي بن ناصر المري من يقدم لنا الباز مع المركز الثاني. ثالث المراكز يتقدم جمران حمد بن سالم بوثم العامري من يقدم لنا جمران مع المركز الثالث. المركز الرابع يصل الحذر محمد بن سعيد بن ثامر المنصوري يقدم لنا الحذر مع المركز الرابع. خامس المراكز انتخر ونشوف اللي في المركز الخامس. مشاهدين الكرام يتقدم هنا وينطلق مع المركز الخامس في هذه اللحظات. يصلنا مشاهدين الكرام هنا يأتي بهذا المسار والانطلاق رمصدع سعيد بن نايع بن سالم النعيمي من يقدم لنا مصدع، ومن الجانب الآخر هناك الشهم سلطان بن سليمان بن ناصر الشامسي مع المركز السادس. السابع المراكز المارد عبد الله بن عبيد الفلوس العاملي، ولكن هنا من يغير في هذه اللحظات. المركز السابع في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام ينطلق حبشان سيف بن حيل بن حي المزروعي، ومن الجانب الاخر يتدخل شامان فهد بن ناصر بن سالم بن فيد المكسور، والوصول والانطلاق من برزان محمد بن عيسى ابو علامه الجبيسي. هكذا النتيجه مشاهدينا الكرام لانها كامله مكمله. نعود مع البدايه، نعود مع مقدمه الشوطه ومع المركز الاول من يسيطر في مقدمه هذا الشوط مع الصداره الاولى مع المركز الاول. يا سلام على البدايه الاولى وعلى مقدمه الشوط على المركز الاول. براك مسيطر ما زال يبرق بمساره في مقدمه الشوط على الناموس عايد من يقدم لنا مشاهدينا الكرام حميد بن حارب بن حميد المهيري يقدم لنا هذا الاسم مع المقدمه والبدايه، ومتعود للنواميس براك. المركز الثاني هنا جمران حمد بن سالم بوثم العامري يقدم لنا جمران مع المركز الثاني. ثالث المراكز الحذر محمد بن سعيد بن ثامر المنصوري يقدم الحذر. رابع المراكز الباز عبد الهادي بن علي بن ناصر الغيثاني المري من يقدم لنا الباز وهو محتل مع المركز الرابع. خامس المراكز الأربعة شكل انعزال في مسار هذا الشوط مع البداية، وأن بقية المراكز هم سيطرا مع البداية الأربعة ومع مقدمة الشوط. المركز الخامس خامس المراكز مشاهدينا الكرام يتدخل في هذه اللحظات وينطلق بمسار هذا الشوط مع المركز الخامس. جزيل حواضة بن نصيب بن عتيق السبوسي الواصل الشهم سلطان بن سليمان بن ناصر الشامسي من يقدم لنا هذا الاسم مع المركز السادس. السابع المراكز ياتي مصدع سعيد بن نايع بن سالم النعيمي، وفي ثامن المراكز مشاهدينا الكرام وسابع ثامن المراكز ينطلق حبشان سيف بن ثعيل بن حاج المزروعي من يقدم لنا حبشان. تاسع المراكز مشاهدينا الكرام الدرع، وصل الدرع
تعود الملكية للدرع من يقدم محمد بن الدود بن سالم بالأسود العامري مع المركز التاسع وفي عاشر المراكز. يأتينا مشاهدين الكرام شامان تعود الملكية لفهد بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور، ولكن هناك من يغير برزان محمد بن عيسى أبو علامة القبيسي. هكذا النتيجة، هكذا المسار والانطلاق. شوط الختام، لا بعد الشوط لهذه الفترة الصباحية. نعود إلى مقدمة الشوط الأربعة، هناك مع مقدمة الشوط سلام مع المجموعة هلولة مع الكادر العلوي في مقدمة الشوط. ما زال براك، ما زال براك، يا سلام يا براك. براك تعود الملكية لحميد بن حارب بن حميد المهيري من يقدم لنا مشاهدينا الكرام في هذا الشوط مع البداية هلولة. المركز الثاني ياتينا هنا مشاهدينا الكرام، وياتي جمران محمد بن سالم بوثام العامري يقدم لنا جمران ثالث. المراكز الحذر محمد بن سعيد بن ثامن المنصور يم المركز الرابع. الباز عبد الهادي بن علي بن ناصر الغيثاني المري يقدم لنا هذا الاسم مع المركز الرابع. خامس المراكز يا مشاهدينا الكرام، هنا نتأخر ونشوف اللي في المركز الخامس الواصل والمنطلق مع خامس المراكز. يا سلام، هنا القدوم والوصول في هذه اللحظات. يتقدم وينطلق حبشان سيب بن ثعلب الحاي المزروعي، ومن الجانب الآخر جزيل عوض بن نصيب بن عتيق السبوسي ينطلق مصدع سعيد بن نائب سالم النعيمي، والقادم هنا الدرع حمد بن سالم حمد بن الدود بن سالم بالأسود العامري. يا سلام من يقدم هذا الاسم، هنا ينطلق في هذه اللحظات وياتينا برزان محمد بن عيسى أبو علامة القبيسي. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام. نعود إلى بداية المقدمة، إلى المركز الأول، إلى الصدارة الأولى مقدمة الشوط. والمركز الأول من ينطلق بهذا المسار هنا، يا سلام مع المقدمة. ما زال براق يسيطر مع مقدمة، هل حدث تغيير أم لا؟ ولكن بالفعل مقدمة الشوط ما زال براق مسيطر، ما سلم المهمة، ما سلم القيادة، ما سلم الصدارة. هنا تعود الملكية لحميد بن حارب بن حميد المهيري في مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول مسيطر بكل قوة بكل جدارة. المركز الثاني الحذر، الحذر تعود ملكيته محمد بن سعيد بن ثامر المنصوري. ثالث المراكز ياتينا مشاهدينا الكرام جمران، تعود الملكية لحمد بن سالم بوثم العامري. المركز الرابع ينطلق الباز عبد الهادي بن علي بن ناصر الغيثاني المري. هكذا نتيجة الشوط، هكذا مسار هذا الشوط، شوط الختام. وصلنا إلى جسر العبور، وصلنا إلى جسر العبور، لافتة الثلاثة كيلومتر، ما تبقى إلا القليل عن خط النهاية. ومن ناموس هذا الشوط والقيادة والصدارة مع براق. براق في مقدمة الشوط مسيطر منذ الانطلاق مع البداية هلولة. مع مقدمة الشوط تعود الملكية لحميد بن حارب بن حميد المهيري يقدم لنا هذا الاسم والانطلاق. ثلاثة كيلومترات لا غير يا أخوان، عن الناموس وعن الفوز وعن الانتصار. تعود ملكية براق لحميد بن حارب بن حميد المهيري. وفي ثاني المراكز الحذر بكل حذر من أجل الناموس، يا سلام، تعود الملكية لمحمد بن سعيد بن ثامر المنصوري مع المركز الثاني. المركز الثالث ينطلق جمران محمد بن سالم بوثام العامري، ولكن هنا من غير، وصل الباز، تقدم الباز، تعود الملكية لعبد الهادي بن علي بن ناصر الغيثاني المري. من يقدم لنا الباز؟ وصل مصدع سعيد بن نايع بن سالم النعيمي، يا سلام. ولكن هنا حبشان سيف بن ثعلب بن حاي المزروعي من يقدم لنا هذا الاسم. الوصول والقدوم من جزيل عوض بن نصيب بن عتيق
السبوسي وصل الشهم، سلطان بن سليمان بن ناصر الشامشي المركز التاسع، ياتي الدر حمد بن الدود بن سالم بالاسود العامري، والقادم برزان محمد بن عيسى ابو علام القبيسي، ومن الجانب الاخر شامان فهد بن ناصر بن سالم بن فهيد المكسور. هكذا النتيجه، نعود الى مقدمه الشوط الى المركز الاول. شوط الختام، شوط الختام، يا سلام. يا ترى هنا من سعيد الحظ من المشاركين يسدل ستار هذه الفترة الصباحية. نعود مع البداية مع المقدمة براك. براك يا سلام يا براك، ما زال مسيطر براك منذ انطلاق الشوط، وهو منفرد على الصدارة، يعلن هذا التواجد والحضور من أجل الفوز والناموس من أن يهديه مالك حميد بن حارب بن حميد المهيري. 2 كيلومتر يا أخوان، وذكر هنا ما تبقى عن خط النهاية ومن عمر هذا الشوط، وبراك مسيطر، حميد بن حارب بن حميد المهيري، وصل الباز، وصل المري، وصل عبد الهادي بن علي بن ناصر الغيثاني المري. يا سلام، من يقدم لنا الباز مع المركز الثاني، المركز الثالث الحذر محمد بن سعيد بن ثامر المنصور جمرة، مع المركز الرابع حمد بن سالم بوثم العامري، ولكن بدأ الزحف والهجوم من القعدان الثنائي. يا سلام، بدأت تتشكل المجموعة في موقع واحد بعد الانفصال، لأن حان وقت الأوان، حان وقت الأوامر والاتجاه من أجل الناموس. كيلو ونصف الكيلو يا أخوان عن خط النهاية، وبراق ما يهزه ريح، مسيطر مع مقدمة الشوط مع المركز الأول بكل قوة وجدارة. من يقدم مشاهدينا الكرام؟ حميد بن حارب بن حميد المهيري، وحارب من يتابع انطلاقه مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. إن لم يكون الباز مع كلام ثاني، عبد الهادي بن علي بن ناصر الغيثاني المري، يا سلام، مع المركز الثاني. الرقص هنا يحلو مع الكبار، الانطلاق السريع، وصل جمران حمد بن سالم بثم العامري، الواصل مصدع سعيد بن نايع بن سالم النعيمي. يا ترى لمن الشوط؟ لمن الناموس؟ ما في هداوة، الكيلومتر الأخير الكل ما زال هنا ماسك أعصابه، ولكن ما في هداوة مع الأمتار المجنونة. وصلكم بالحاج المزروعي، وصلكم حبشان سيف بن ثعيل بالحاج المزروعي. يا سلام، ينطلق هنا ويتقدم الدر حمد بن الدود بن سالم بالأسود العامري. هنا هنا براك، يا سلام يا براك، يا سلام يا براك، أكمل المسار والانطلاق، وبدأ يقدم عروضه اللي عودنا عليها. ولكن الباز، كما قلت لك، دير البال من الباز، الباز ومصدع، مصدع والباز. وأيضا جمران مع المركز الرابع، حبشان قادم مع المركز الخامس، ولكن براك، براك، وهنا الباز، الباز وبراك. يا سلام يا براك، ما زال هنا يتسيد الموقف، ولكن الباز، 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 يا الباز، المري بالفعل قدم الباز، أعلن حضوره. إن لم يكن النعيمي، يا سلام، هنا مصدع، دير البال، الباز، 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 الباز بالفعل مع الناموس، مع الانتصار، مع التهاني والناموس، أن يهديه مالكه عبد الهادي بن علي بن ناصر الغيثاني المري لحظة وصوله إلى خط النهاية، معلن فوزه وانتصاره. المركز الثاني هنا مصدع سيد بن نائب سالم النعيمي، المركز الثالث براق حميد بن حارب حميد المهيري، المركز الرابع حبشان سيف بن ثعيل بن حي المزروعي، خامس المراكز كان من نصيب جمران حمد بن سالم بوثم العامري. هكذا النتيجة مشاهدينا الكرام، نذهب مباشرة للتوقيت الزمني وأثناء وصول الباص إلى خط النهاية. مهدي عبد الهادي بن علي بن ناصر الغيثاني المري هذا الفوز والانتصار. 16 دقيقة 28 ثانية، 8 من الأجزاء، تهانينا والناموس لمالك براك حميد بن حارب بن حميد المهيري، المركز الثاني من الوسط. 16 دقيقة 29 ثانية، 4 من الأجزاء، تهانينا والناموس لمالك مصدع سعيد بن نايع بن سالم النعيمي، المركز الثالث براك حميد بن حارب بن حميد المهيري. 16 دقيقة 30 ثانية، 6 من الأجزاء، تهانينا والناموس، شكرا للمخرج سامي الهواري من وافقنا بالتوقيت الزمنية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.